السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رب تكونوا دايما بخير. ارتفاع جديد في أسعار العملات وأسعار الدولار، أسعار الدولار والعملات في مصر اليوم الجمعة 31/3/2023، فضلا منكم وتكرم أتمنى تدعموا القناة باشتراك ولايك إن شاء الله. هنستعرض سعر الدولار اليوم في البنوك 30.89 جنيه، سجل الريال السعودي اليوم 8.23 جنيه، دينار الكويتي سجل اليوم في البنوك 100.76 جنيه. معانا تحديث يومي، تحديث كل 12 ساعة لأسعار الدولار والعملات. الدرهم الإماراتي سجل 8.41 جنيه، الجنيه الاسترليني 38.27 جنيه، الجنيه الاسترليني 38.27 جنيه، سجل اليورو اليوم 33.70 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم شراء 36.21 جنيه، والبيع 36.75 جنيه. دايما وجودكم في قناتي شرف كبير ليا، كل عام وحضراتكم بألف ألف خير. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.